بسم الله الرحمن الرحيم. أمين ياسين تقني متخصص في الهيدروليك القروية والري بمعهد تقني المتخصصين في المكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل، طالب السنة الثانية. بخصوص الموضوع ديال السقي بالتنقيط، كما تنعرفوا حنايا الفلاح المغربي ما تيقتنعش بهذه الفكرة، كون أن السقي بالتنقيط تيعرف واحد الصبيب ديال الماء اللي هو ضعيف بالمقارنة مع السقي الموضوعي، كما تنقول هنا جرافيتير ولا لاسبيرسيو. الفلاح بصفتي كتقني في هذا المجال، الفلاح كيقول لك أنا كنسقي بالجرافيتير والله تنشبع الغرس ديالي، وهذا هو الهدف ديالو، غير يشوف بزاف د الماء. اما باش توصل الفكره ديال ان السقي بالتنقيط راه تيوصل غير للجذوره ولراسين، يعني تيكون لي ايفيكاس على السقي بالجرافيتير اللي تيكون فيه لي بيرت بزاف، ضايع بزاف. هنا لقينا صعوبات في الاول صراحه باش نقنعوا داك الفلاح باش يلتجئ من السقي الموضوعي بالربطه الى السقي بالتنقيط. التجأنا الفلاحين اللي شويه قارن شويه المجال الفلاحي، قارن شويه المجال الفلاحي، وهما صراحه هما كنظن سير النجاح ديال السقي بالتنقيط صراحه. نعم، حيت الفلاح ديما تيبغي يشوف الصديق ديالو اشنو هما الارباح اللي تحصل عليها من خلال الاستعمال ديال داك السيستم ديك التقنيه. كما قلت لك في اي ضيعه في اي سونتر الفلاح ديما تيشوف الزميل ديالو وصاحبو الفلاح الاخر النجاحات اللي تيدير. بالفعل النجاحات تعطاو، رفعنا الروندومو ديال المردوديه ديالنا، رفعنا من 50% حتى ل 95% من الاقتصاد من الماء. كما تنعرفوا حنا المغرب غيعرف واحد الندره ديال المياه من هنا للقدام، ولهذا المخطط المغرب الاخضر جاء على اساس يفرض السقي بالتنقيط باش نحافظوا على استهلاك المياه. وصراحه المخطط المغرب الاخضر غادي في السكه الصحيحه، لا الوزارات الفلاحه تدعم الفلاحه الصغار، هيك بالاساس هذا المخطط جاء على اساس الرفع من الفلاحه الصغار، ونحاولوا نصيفطوا السلع ديالنا نصيفطوهم على برا، ونطلعوا من القيمه والمستوى ديال الفلاح الصغير. وكما تنشوفوا راه السيفونسيون هي واحد الوسيله باش الفلاح يتشجع ويقوم بهذا السيستم والتقنيه ديال السقي بالتنقيط. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.